تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، ونحن في ختام حلقة هذا اليوم تعالوا بنا نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل، ندعوه سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم. يا الله يا الله يا الله، يا من قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقنا قوة الإيمان وقوة اليقين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. يا حنان يا منان يا عظيم الشان، اللهم اغننا بالافتقار إليك، اللهم اغننا بالافتقار إليك، ولا تفكرنا بالاستغناء عنك. يا حنان يا منان، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. نعوذ بك من عضال الدان، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن الخلق، ونسألك اللهم نجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم ارزقنا فرح يعقوب، وارزقنا إيمان موسى، وارزقنا فرج يونس، وارزقنا احتمال نوح، وارزقنا تقوى يوسف. اللهم ارزقنا طهر عيسى وصبر أيوب، وارزقنا زهد وخلق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رحمن يا رحيم، ارزقنا مع كل يوم جديد، ارزقنا حياة طيبة، وارزقنا عطاء واسعا، وارزقنا رزقا كريما، وارزقنا راحة بال، وارزقنا لباس عافية، واختم لنا بالحسنى. يا حنان يا منان يا عظيم الشان، اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حنان يا منان يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بنور طاعتك، وألهمنا ذكرك وشكرك، وارزقنا الإنابة إليك وحسن التوكل عليك. اللهم يا رحمن يا رحيم، إنا ننتظر منك فرجا قريبا، إنا ننتظر منك فرجا قريبا. يا رب العالمين، عجل لنا بفرج قريب يريح قلوبنا ويسعد أنفسنا. اللهم أرحنا بعد هذا التعب الشديد، اللهم أسعدنا بعد هذا الحزن الطويل، اللهم كافئنا بعد هذا الصبر العديد. يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، فرج عنا كل ضيق، اللهم فرج عنا كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق، اللهم لا تحملنا ما لا نطيق. يا رب، رحمتك وعفوك ورضاك ننتظر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج. اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. يا رب يا كريم، نعوذ بك من منكرات الأخلاق ومنكرات الأعمال والأهواء.
يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أنزل علينا من خيرات السماء، أنزل علينا من خيرات السماء. اللهم أنبت لنا من بركات الأرض، اللهم أنبت لنا من بركات الأرض. اللهم اسق عبادك العطشة، اللهم اسق عبادك العطشة. يا رب يا كريم لا تجعلنا من القانطين، لا تهلكنا بالسنين، ولا تواخذنا بفعل المسيئين. يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل لنا الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وجوهنا باليسار ولا تبدلها بالإقتار. اللهم يا رب لا تجعلنا نسترزق من دونك يا رب. اللهم نسألك يا رحمن يا رحيم أن تحفظنا من الذل ومن الفقر، وتحفظنا من الدين. يا من بيده خزائن الأرض والسماوات، اللهم أكرمنا بكرمك وجد علينا بجودك. اللهم يا رب إننا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عندك، ومن الصبر إلا على ملائك. يا رب يا رب إنا نسألك خفايا لطفك. يا لطيف يا لطيف ألطف بنا جميعا، نسألك يا مولانا خفايا لطفك، ونسألك اللهم فواتح توفيقك، ونسألك اللهم مألوف برك، ونسألك اللهم يا رب جميل سترك، ونسألك اللهم واسع إحسانك، ونسألك اللهم رحمتك الواسعة. يا حنان يا منان يا عظيم الشان، اللهم عافنا في كل أبداننا، اللهم أدخلنا في رحمتك. اللهم يا رب يا كريم ارزقنا فتحا مبينا، اللهم ارزقنا خيرا عظيما. يا رحمن إنك فعال لما تريد. اللهم نسألك أن تجمع القرآن العظيم في قلوبنا. يا رب أعنا على حفظ كتابك العظيم، ونحن على أبواب رمضان، وفقنا في فقه أحكامه والعمل بتنزيله. اللهم اجمع القرآن في قلوبنا حفظا، وعلى لسان كذا تلاوة، وفي سلوكنا خلقة، وارزقنا يا رب منه العلم والعمل. يا الله يا الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم لا تجعلنا من القانطين، اللهم أرسل علينا رحماتك وبركاتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. يا حنان يا منان يا عظيم الشان، اللهم فرج عنا، اللهم احفظ أولادنا وبناتنا واجعلهم قرة عيون لنا. اللهم واجعلنا وإياهم من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم واحفظ عائلاتنا، واحفظ أسرنا، واحفظ أحبابنا، إنهم أجمل هداياك إلينا وأغلى ما نملك، فاحفظهم لنا يا رب، احفظهم لنا وأسعدهم وقر بهم عيوننا يا كريم. اللهم ارزقنا معهم حياة طيبة في كل يوم جديد، وارزقنا طيب الحياة، وارزقنا خير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية. يا رحمن يا رحيم نسألك اللهم أن تجعلنا ممن عفوت عنهم. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا يا رب، إن تبنا إليك وندمنا على كل ما كنا نعمله قبل هذا الزمن. اللهم يا رب لقد استيقظت ضمائرنا وحيت قلوبنا، نستغفرك يا مولانا، ما عبدناك حق عبادتك، ما دعوناك حق الدعاء. اللهم إننا الآن قد استغفرنا وأدبنا، فاعفو عنا وارضى عنا. اللهم ارضى عنا يا كريم، وارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا كل شدة وكل كرب. نعوذ بك يا ربي من تحول عافيتك، ومن زوال نعمتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك. يا رحمن يا رحيم نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشمدة الأعداء. يا حنان يا منان، اللهم يا غني يا غني اغننا، اغني عبادك الفقراء،
اغني عبادك المحتاجين، اغني عبادك المدينين، اقض عنهم الديون يا كريم. اللهم واكفنا جميعا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا رب العالمين، وسخر لنا خير الخلق، سخر لنا أطيب خلقك وأبعد عنا شرارهم. اللهم أبعد عنا شر الخلق، وسخر لنا أطيب وخير خلقك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وانشط علينا من بركاتك، وانشط علينا من رحماتك، وانشط علينا من أرزائك، وافتح لنا فتحا مبينا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم لهب لنا نفوسا راضية وصدورا مطمئنة من الهموم خالية، وارزقنا قلوبا صافية، وأسلم علينا العافية، واجعلنا عندك من الصالحين الصابرين، واجعلنا عند النعماء شاكرين، وعند البلاء صابرين، ولك في جميع أمورنا ذاكرين. آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.